وبهذا الفيديو راح اتكلم عن كل شيء يخص فيلم رامبو الجزء الخامس من اول ما اعلنوا انه اكو جزء خامس رامبو لحد هذا الوقت. 2008 نزل الجزء الرابع من رامبو، ولا ما نزل الجزء الرابع ظلت تطلع اشاعات انه اكو جزء خامس وقريب ما ادري شنو. لا ذاك الوقت يعني لحد 2016 تقريبا نقدر نقول انه ماكو، يعني كل اشاعات رامبو الجزء الخامس كذب. لما بديش الفترة سيلفستر اهتم بسلسلة أقوى أو سلسلة ممكن أفخم، يعني عجبة الجمهور ممكن نقول أكثر، اللي هي أفلام الإكسباندبلز 3 أجزاء، وهم أكو جزء رابع احتمال ينزل 2020. المهم 2015 صرحت الشركة إنه أكو فيلم جديد اسمه رامبو نيو بلاد، بس مو من بطولة سيلفستر. سيلفستر يكون داعم للفيلم، واحد من مؤسسين الفيلم، بس الفيلم مو إله، الفيلم للهنود، فيلم هندي بس برامبو. واعتقد بذاك الوقت كانوا مرشحين اكشاي كومار للدور، بس ورا فتره هذا المشروع انحذف او لغى اساسا، لان وراها 2016 و17 هم نزلت اشاعات انه اكو جزء خامس الرامبو، بس هذا الشيء تاكد بالشهر الخامس او السادس تقريبا من 2018 من سيلفستر ستالون نزل صوره على الانستغرام او بوستر مكتوب بها رامبو، رامبو 5 فال 2019 او خريف 2019. وبهذا الوقت المواقع الخبصة حتى الجمهور استغربوا انه اكو جزء خامس الرامبو، مع العلم الفيلم الرابع انتهى نهاية حلوة، بس الشركة ما كانت راضية انه الجزء الرابع هو الجزء الاخير من السلسلة، فقرروا يسوون بعد 11 سنة جزء خامس. ترى شيء عاد انه 11 سنة بين الرابع والخامس، شوف الفرق بين الجزء الثالث والرابع 20 سنة ضبط. 1/10/2018 هو اول يوم تصوير للجزء الخامس من رامبو. بهذا الوقت ظل سيلفستر ستالون ينزل صور من الكواليس من داخل الفيلم على لقطات لحد 20 او 25/12/2018، هو اليوم الاخير من تصوير الجزء الخامس من رامبو. بوقتها سيلفستر نزل فيديو بس برساله وداعيه الجمهور رامبو او الهم شخصيا، انه هو حب هذا الدور، يعني تقريبا هو 38 سنه تقريبا بين الجزء الاول وهذا الخامس، يعني خلينا نقول مثلا 40 سنة، 40 سنة سيلفستر ستالون متمسك بهاي الشخصية، يعني اجى الوقت اللي يتركها بيه، وكانت إلى مؤثرة، وراح تكون مؤثرة إلى أكثر من ينزل الفيلم من يشوفه، يعني إنه ها هي أخير ظهور إله بشخصية هو كل شيء يحبها. أما عن قصة الفيلم فتكمل بعد الجزء الرابع بس سنين، يعني ممكن تمضي سنين، وشي اكيد انه راح تمضي سنين. قصة عن احد اصدقاء رامبو تنخطف بنته عند عصابة مكسيكية او اخطر عصابة مكسيكية، فنار رامبو راح يتورط وياهم، يتورط وياهم على مدة ينقذ هاي البنية، مو شرط ممكن ينقذها بس هي، يمكن بعد هواي هواي اكو اشخاص ينقذهم. هذا هو الملخص اللي نزل حسب التصاريح. اما الممثلين يختلفون عن الجزء الرابع بس سيلفستر، لانه ما له داعي، يعني القصه تختلف، يعني طلع بالجزء الرابع ما راح يطلعون بهذا الجزء، الجزء الرابع قصه وهذا الجزء قصه، فبس رامبو هو يطلع لان هو البطل. اللي طلعوا بالجزء الرابع ما لهم داعي يطلعون اصلا، وما لان القصه مو عليهم، قصه عن شيء ثاني، فهو رامبو الوحيد اللي بالفيلم. اما بخصوص الشرير او رئيس العصابه هذا، حسب ما يعني طلع عن تصاريح انه هذا خوش ممثل من ناحيه تجسيد الدور او عده، يعني يعني اعمال ثانيه عجب الجمهور، انا عن نفسي ما شايفه ابدا باي عمل، هاي صورته وهاي اسمه، بس راح اشوفه تجسيده او اشوف تمثيله بالجزء الخامس من رامو، يعني اشوفه اول ظهور له بشرير وراح اكرهه. موعد نزول الفيلم هو 20/9/2019، اول اسبوع من ايام الخريف حسب الجدول الامريكي. وقت ما ينزل الجزء الخامس ماكو اي فيلم ينافسه، يعني بس انه قبل اسبوع راح ينزل فيلم الرعب ات الجزء الثاني، ووراها باسبوعين ورا اسبوعين ما ينزل الجزء الخامس من رامبو راح ينزل فيلم ميلافيسنت الجزء الثاني، يعني ما راح يحصل ارباح، ممكن يكون اكثرهم ارباح، انا اتوقع انه راح يكون هو اكثرهم ارباح من بين الاربع اجزاء، لان بس تغيرت يعني الافلام والجمهور السينما كلها تغيرت، فشيء اكيد او انا اتوقع انه هو راح يكون اعلى فيلم بين السلسله. اما بخصوص الاعلان فلحد هذا الوقت ماكو اي اعلان عن رامبو، يعني هسه الشهر الثالث 2019 وماكو اي اعلان بخصوص رامبو، بس سيلفستر وعد انه من وقت ما خلصوا التصوير انه يعني راح يظل ينزل صور لحد ما ينزل الفيلم، صور من الكواليس، وبوقتها منزل صور من الكواليس او اول يوم تقريبا نزل صور من انه رامبو صاير مو يعني مو محارب نفس اللي كان، لا صاير
مثل الكابوي يعني عايش بالعالم الغربي من امريكا. نفس القريه اللي طلعت او المكان اللي طلع بنهايه الجزء الرابع هو نفس اللي عايش به بدايه الجزء الخامس. المهم في حال نزل الاعلان للجزء الخامس شيء اكيد راح اخليه بالوصف. هذا اللي حبيت اتكلم بخصوص الجزء الخامس من رامبو. انا عن نفسي كلش كلش متحمس لانه اشوف مهمه رامبو الاخيره، يعني بما انه هذا الجزء الاخير فهي هاي المهمه الاخيره لرامبو.